ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الناس الحاضرين الجدد زي ما كيقولوا شكون هو الزاوي؟ نعطي يمكن الكلمة نعطي سي محمد يا أخو أكثر يمكن أعطي المحاكين. محمد الزواري هو تعرفوه الشهيد محمد الزواري قتلته الموساد، رغم اللي في بلادنا مازلنا ما عرفناش شكون قتله. ما سمعوش محمد الزواري. سي محمد الزواري هو باينتينيسيان سفاكسيان لينيسيان طبعا عندنا في المدرسة القومية المهندسين، تعرض للمظلمة في العهد السابق، خرج من تونس خدم الخارج، وبعد عاد بعد الثورة تونس، عاد المدرسة نتاعو لأنه هو خرج في آخر سنة تحضير، آخر سنة لتحضير دبلوم تخرج، لتخرج باش ياخذ دبلوم ديجينيور. بعد الثورة أمكنه باش يرجع للمدرسة، في سنة حضر الشهادة نتاعو، كمل معناتها خدم في مشروع على الطائرة بدون طيار، والشهيد خدم في هو قائد في حماس، علمنا به احنا بعد شهادته، خدم عمل بروجي دو فان ديتيود نتاعو على طائرة بدون طيار، ثم وصل في موضوع بحث علمي حول التسيير، معناتها غواصة بدون كيف معناتها غواصة بدون غواصة غواصة مسيرة. ووقع استشهاده او قتله واغتياله امام منزله عن طريق عصابه من المجرمين اللي هم من الاكثر معناتها اغلبيه تظن او اكثر هم من اليهود الاسرائيليين، على اعتبار انه تعاون مع حماس. هذا الشهيد محمد الزواري هو كان معناتها كان عنده في المختبر، معناتها كان احضر من في 2014 في 2015 اللي حضر معنا في 2014 وقت جبنا البروتوتيب نتاع غواصه الناس اللي حضرت معنا في 2016 كان باش يحضر معنا، و 2016 احنا وقتها محضرين باش عنده اكسبوزي على الغواصه. وقع اغتياله قبل بنهارين معناتها يوم 15 ديسمبر قبل احنا ديانا قبل اسبوع من المؤتمر. هذا هو الشهيد محمد الزواري. الله يرحمه.